عايزة أعرف منك الأمنية اللي تمنيتها وما تحققتش. والله هقول لك على حاجه سالي، يعني صدقيني او لا، بس اقسم لك بالله ان ربنا اداني ان شاء الله كنت مروح البيت وتبقى نفسك ربنا تاكل اداني محشي اكتر مما اتمنى بكتير جدا جدا الحمد. والله الحمد لله. لا بس انه في امنيه ممكن بقول لك ان حتى لو كان محشي ماشي. امنيه تمنيتها وما اتحققتش اني العب سبانيش جيتار. لا كره، انا بطلت كره غصب عني مش بمزاجي، انا جالي قطع في الرباط الصليبي وفي العضله الاماميه، فخلاص كان الموضوع كان خلص، رغم ان انا كنت بعديها باسبوع رايح الزمالك. والله. طب والجيتار ليه ما كملتوش؟ ما عرفتش، ما عنديش التوافق العضلي العصبي ان انا العب جيتار او عود، كان نفسي العب الالتين دول. حاجه حصلت لك حلوه قوي بس انت ما تمنيتهاش جات لك كده؟ ان انا ابقى ممثل. ما كنتش عايز تبقى ممثل؟ ما كانش في حساباتي. انا كنت داخل الاكاديميه عشان اكتب، انا راجل بحب الشعر العامي وبحب اللغه العربيه وبحب النثر والسرد. بيكتب شعر حلو قوي. والله شاء السميع العليم ان انا يعني الاستماره بتاعتي املاها تمثيل سبكونشسلي، بدل ما املى الاستماره نقد مليتها تمثيل، فخلاص ما عنديش حل تاني غير ان انا اخش اختبارات التمثيل. فدخلت فحبيت اللعبه فابتديت اذاكرها وتفوقت فيها وطلعت اول دفعتي لاربع سنين، والحمد لله، يعني الحمد لله على اللي انا فيه الحمد لله. طب احنا بما اننا في معرض الشرق للكتاب، احمد بيحب اللغه العربيه جدا وبيعرب اي حاجه يلاقيها قدامه وبيكتب شعر حلو جدا، فلو طلبت يعني منك مش بكتب شعر حلو بتطلع حلو، الاغنيه كمان جايه.